أنا بأيد القرار وبأيد حكم المحكمة، ويعني قضاء المصري لا يعلى عليه. طبعا حاجة كويسة جدا، كنت معرفش، مش ما كنتش متابع الموضوع يعني، ان ما كنتش اعرف ان الحكم النهاردة، بس لما سمعت طبعا حاجة كويسة جدا، انا فرحت شخصيا يعني. ساعة ما اتولدنا واحنا عارفين ان هم الجزيرتين دول بتوعنا مصريين. انا ما درستش اصلا الجزيرتين دول في الكتب، يعني ما خدتهمش يعتبر خالص. الحكم ده اكد اللي احنا متأكدين منه ان هم مصريتين، ولكن انا شايف الموضوع محتاج معالجه وحكمه سياسيه ليتحول ملف الجزيرتين بدل من انه يكون مشكله مفتعله او مشكله وهميه، يتحول الى تعاون وتكامل بين مصر والسعوديه واستثمار مشترك. كفايه بس دم شهدائنا اللي وقع عليه ده، اكبر دليل ان هي مصريه.